قال السيد بولات سارسي نابايف رئيس مجلس إدارة مركز نور سلطان نزار بايف لتطوير الحوار بين الأديان إن الوقت الراهن يتطلب الانسجام الدولي لمواجهة التغييرات التي تحدث في السياسة العالمية ينعقد المنتدى اليوم في لحظة حاسمة حيث العلاقات الاقتصادية الحديثة تواجه بعض التحديات والتغيرات التي تؤثر على مصالح جميع البلدان في العالم الوقت الراهن يتطلب الانسجام الدولي واساسا ايديولوجيا جديد يمكن ان يعكس التغيرات العالميه التي تحدث في السياسه العالميه